عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والبيوت هنا تشمل أي بيت، سواء كان البناء من خشب أو من جريد أو من طين أو من حديد فهو شامل. وكلمة بيوت أضيفت، والإضافة إضافة المفرد إلى معرفة وهو الكاف الضمير تدل على العموم، سواء كان البيت صغيرا أم كبيرا، سواء كان البيت لعظيم أم حقير فهو شامل. فأي بيت لا يجوز أن يتخذ قبرا. القاعدة أن الكلمة إذا أضيفت إلى معرفة تدل على العموم.